بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلق السماء السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وما خلقنا السماوات والأرض وما فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم ولقد آتيناك سبعا من المثاني ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به
أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم وقل إني أنا النذير ربك هو
تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم جناحك للمؤمنين أقل إني أنا النذير الذين جعلوا القرآن عضين فربك لنسألنهم فاصدع بما تؤمر الذين جعلوا القرآن عضين فربك لنسألن هم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر الذين جعلوا
لقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما سبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى
بأمره على من يشاء من عباده كان سعيهم مذكورا والبقاء لله وحده.